بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتابع مع الثمر اليانع في رواية ورش عن نافع، وباب الهمز المفرد نعيد يعني مرة أخرى من بداية الباب، والعلم يحلو مع تكراره، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. الهمز المفرد سبق وأن قلت أنه لما أو العلة في باب الهمز المفرد لما كانت الهمزة حرفا بعيدا أو بعيد المخرج شديدا مجهورا مصمتا، يعني هذه من صفات صفات الهمز، إنه شديد مجهور في صفات الإصمات. مال العرب إلى تخفيف الهمزة إما بالإبدال أو التسهيل أو بالحذف، بالإبدال أو التسهيل أو بالحذف. وقرأ ورش بالإبدال وبالنقل، يبقى ورش قرأ له في الباب بتاعه الإبدال والنقل، وبالحذف وبالتسهيل في ألفاظ معينة. يبقى خلي بالك، الأصل عنده الإبدال والنقل، ده أحكام أساسية عنده بتدور مع القرآن كله، قواعد ماشية مع جميع كلمات القرآن إلا ما كان فيه استثناء. وبالحذف وبالتسهيل بس ده مش حكم عام عنده، وإنما هي كلمات أو ألفاظ معينة في القرآن الكريم. كما همز ألفاظا لا يهمزها حفص. والهمز المفرد تعريفه هو الذي لم يلاصق مثله، وينقسم إلى نوعين. أول حاجة ما يبدل، رقم اثنين ما تنقل حركته، إما إن هو يبدل أو تنقل حركته. يعني يبدل إن هو ممكن نبدله ألف أو نبدله واو أو ياء، حروف المادة الثلاثة المجموعة في كلمة واي. وما تنقل حركته يعني بننقل حركة بنحذف الهمزة وننقل حركة الهمزة للحرف السابق له، زي ما هيجي معانا بعد كده إن شاء الله. الإبدال خدنا برضو، قلنا هو أن تقلب الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله. فالإبدال في سأل مثلا هتبقى سالة، بنطق في ألف بألف بعد السين. الهمز المبدل انقسم إلى نوعين، إما أن يكون ساكن وإما أن يكون متحرك. كلامنا دلوقتي عن الهمز المفرد الساكن، الهمز المفرد الساكن. نحو كلمة مؤمنة هنقرأها ازاي في رواية ورش؟ هتبقى مؤمنة مؤمنة. كلمة يأكل هتبقى يأكل يأكل، زي العامية المصرية كده بتاعتنا. ويبدلها وصلا في نحو الهدى أتنا، هتبقى الهدى أتنا. يا صالح أتنا، يا صالح أتنا. أنيتي أنيتي، ويقرأ ابتداء كحفص، يعني إيتي بنقرأها احنا كده في حفص. ويستثنى، دي بقى مستثنيات خرجت عن الحكم عن الحكم العام، الألفاظ المشتقة من الإواء. قلنا سبع كلمات: تؤوي المأوى، فأو تؤويه، مأواكم مأواهم مأواه. وأبدل ورش، الإبدال بقى أبدل ورش الهمزة المفتوحة بعد ضم واوان إذا كانت فاء للكلمة. قلنا إن ده شرط إن تكون الهمزة فاء للكلمة، يعني مؤجلة تبقى موجلة، مؤذن مؤذن، يؤاخذ يؤاخذ. طيب فإذ لم تكن فاء للكلمة لم يجوز إبداله، زي كلمة فؤادك، ما ينفعش نقول فؤادك إن كان هذا يعني في قراءة أبي جعفر إن شاء الله لما نوصل له، لكن هنا عند ورش فؤادك، لأن الهمزة هنا ليست يعني ليست عينا للكلمة. كذلك أبدل ورش الهمزة الساكنة ياء في ألفاظ وقعت فيها عينا للكلمة، زي كلمة بئسة هتبقى بيسة، بئسما بيسما، الذئب هتبقى الذيب، تمام الذيب، فده في رواية في رواية ورش، وهي شبيهة للعامية بتاعتنا كده الذيب. كلمة بئر برضو بير، احنا بنقولها بير طبعا في العامية. وأبدل الهمزة الساكنة ألفا في يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هتبقى يأجوج ومأجوج. كما أبدل الهمز المتحرك حرف مد من جنس حركة ما قبله، فيبدلها ألفا في كلمة من سأت هتبقى من ساتة، سأل سالة، وهكذا، تمام. وكلمة لأهبة هتبقى ليهبة، لألا ليلا، النسي النسي. وقلنا قبل كده أن بنقلبها ياء أو بنبدلها ياء، فأصبح عندنا اتنين ياء، فبنضغم الياء الأولى في الثانية فبقت ياء واحدة مشددة النسي. طيب الحذف برضو نراجع الحذف تاني، قلنا هو إزالة الهمز بحيث لا يبقى له أثر، بنزيله خالص بنشيله خالص، زي كلمة والصابئين هتبقى والصابين، الصابئون هتبقى والصابون، بيس هتبقى بياء هتبقى الكلمة دي طبعا فيها قراءات لكن هي عند ورش بيس، تمام. يضاهئون هتبقى يضاهون،
دكاء هتبقى دكا، ووصلنا فيها تنوين. شركة، ليكة، هذه الايه الكلمات قلنا فصلنا فيها قبل كده. طيب ثالثا الهمز، ده بقى الجديد علينا. يبقى احنا كده خدنا خمس دقائق كده مراجعة على ما سبق، عشان مع تكرار ما تكرر تقرر ان شاء الله. طيب الهمز بقى حكمه ايه؟ قرأ ورش بالهمز في الفاظ غير مهموزة في رواية حفص. الفاظ ما فيهاش همزة في رواية حفص، هو قرأ مهموزة، زي كلمة ايه؟ النبي، هيقولها النبي. طب جبنا مد هنا ليه؟ عشان احنا لما اتينا بالهمز في رواية ورش اصبح عندنا الياء السابقة للهمز حرف مد، فاصبح تولد عندنا هنا حرف ايه اسمه مد ايه؟ تعرف اسمه مد ايه؟ مد واجب متصل. مد واجب متصل بنمده في رواية حفص من طريق الشاطبية ايه؟ 4 و5 و6 في حالة الوقف، لكن عندنا هنا في ورش بنمده بالإشباع. قلنا سبق في أحكام المد المنفصل والمتصل عند ورش، وكذلك حمزة معاه بالمناسبة، فقلنا بنمده ايه؟ 6 حركات. يبقى سواء كان مفردا أو مجموعا أو كان مصدر النحو النبوءة، مش هنقول النبوءة بقى كحفص، لا. يبقى النبي النبوءة، أو برضو النبي وهكذا. كلمة هزوا، هناك في حفص برضو هناك في ورش هيقول ايه؟ هزوا. قال الشاطبي وفي الصابئين الهمزة والصابئون خذ وهزءا وكفئا في السواكن فصلا. كذلك كلمة كفؤا، كفؤا هو طبعا احنا بنقولها كفوا لو قرأها بالهمز كفؤا. كلمة ميكالة تبقى ميكائيلة بزيادة همزة مكسورة مع المد المتصل. قال الشاطبي ودعا ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا. تقرأ البيت ده لا يقل عن 20 مرة عشان يحفظ إن شاء الله. ودعا ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا. طيب كلمة وأوصى، احنا بنقول طبعا ووصى بها إبراهيم، هتبقى وأوصى. هنا عند ورش عمل ايه؟ يقرأ بهمزة مفتوحة بين الواوين وتسكين الواو الثانية وتخفيف الصاد، وقد كتب هذا اللفظ بألف بين الواوين في المصحف المدني ليوافق هذه القراءة. طيب كلمة زكريا، هناك في ورشة نقرأها زكريا، ذكر رحمة ربك ايه عبده زكريا، يا زكريا إن كما ايه هو معلوم. يبقى زكريا حيث ورد بهمزة بعد الألف مع المد المتصل وتحرك أو تحرك حسب موقع من الإعراب، يعني حسب إيه إن كانت فاعل أو مفعول أو في حالة الجر كما هو معلوم، يعني أحيانا ممكن تبقى زكرياء أو زكرياء وهكذا. قال الشاطبي وقل يا وكل زكريا دون همز جميعه سحاب ورفع غير شعبة إيه؟ غير شعبة الأولى، غير شعبة الأول. يبقى هنا زكريا الذي يقرأ زكريا دون همز الجماعة اللي هم صحاب دولت، واخد بالك، لكن ورش يقرأ إيه مهموز. كذلك كلمة البرية، أولئك إيه خير البري أو شر البرية في سورة البينة، أي قرأها أو رواها بهمزة مفتوحة بعد الياء المادية الساكنة مع المد المتصل، هتبقى البريئة. طيب ناخد النقل كمان. ايه هو النقل؟ هو تحريك الحرف الساكن بحركة الهمزة التي بعده ثم حذف الهمزة من اللفظ. تمام، ده تعريف الايه؟ نخلي الباب ده ناخده المرة الجاية، خليه عشان ايه ما يبقاش الاحكام كتير عليك. طيب طب هنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله جل وعلا. هذا والحمد لله رب العالمين.